ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وتضمن الاجتماع استعراض تداعيات الأحداث الجارية داخل السودان الشقيق جراء حالة التصعيد بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بجمهورية السودان، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع خلال الفترة القادمة من نتائج وتداعيات تؤثر على أمن وسلامة المنطقة. يعني مصر كانت دائما حريصة أن هي خلال يعني سياستها الخارجية خلال السنين اللي فاتت كلها أن يكون دائما عنصر متوازن ومعتدل جدا في إدارة سياستها مع القضايا المتقدمة. ولو شفت حتى خلال يعني الشهور اللي فاتت في الأوضاع اللي كانت موجودة في الضفة ومسجد الأقصى والقطاع، كان دائما مصر بتقوم بدور إيجابي جدا ويهدف إلى الحفاظ على التهدئة وعدم تصعيد الموقف. ما يحدث في السودان احنا بنوصف لينا واللي ممكن تكون بيسمعنا دلوقتي ان هو موقف داخلي شأن داخلي للسودان، ولا ينبغي ابدا ان يتم التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيل ويعني اصرار التطور فيه بشكل يعني مش مناسب لا لدولة السودان ولا حتى لمنطقة الولايات المتحدة. وعشان كده احنا كان لنا موقف برضو بقوله تاني من ثوابتنا ان احنا لا نتدخل في شؤون الدول، لان احنا نعتبر ان كل دولة لها خصوصيتها في ادارة سياستها الداخلية واوضاعها الداخلية. وبالتالي ان ما كانش تعاملنا مع هذه الدول يهدف للبناء والتنمية والتعمير بعيدا عن التدخل في شؤون هذه الدول، فانا بأكده النهارده ان برضو مازال هذا هو موقفنا الثابت الذي لا يتغير، عدم التدخل في شؤون الدول. إن كان في دور نعمله زي دور وسط، زي دور لعب دور إيجابي في الموقف لإحداث هدوء، لاستعادة أمن وسلام، لاستعادة استقرار بين الفرقاء في دولة السودان أو في غيرها، ده الدور اللي إحنا ممكن مستعدين نلعبه. ممكن أنتم شفتوا إن خلال يعني الايام القليله اللي فاتت 3-4 ايام اللي فاتوا كان لينا اتصال مع امين عام الامم المتحده، ووجهنا لدى اهميه يعني استعاده الهدوء والجلوس الى مائده الحوار بين يعني الاشقاء في دوله السودان سواء كان الجيش السوداني او قوه الدعم السريع. مش من مصلحه السودان ابدا ولا استقرارها ان يبقى في اقتتال داخلي بين الفرقاء. يعني مهم قوي ان يعني الجلوس على مائدة المفاوضات والحديث، ويبقى ممكن قوي كل حاجه تطرح على يعني على مائدة التفاوض والوصول بها الى اجراء يجنب السودان مزيد من التضخم. احنا شفنا ان خلال السنين اللي فاتت في دول تانيه لما غاب الحوار وكان صوت السلاح هو يعني اللي كان موجود، ان الدول دي ما استقرتش ودفعت تكلفه كبيره جدا جدا من امنها وسلامتها واقتصادها، وفقدت وقت ثمين جدا جدا كان ممكن يتم يعني استثماره في البناء والتنميه والتعمير. وبالتالي احنا عشان نسجل هنا ونأكد هنا ان احنا في مصر لا نتدخل ابدا، وده كلام ثابت ما بيتغيرش في شؤون الدول، لان احنا بنعتبر ان التدخل ان ما كانش ايجابي فهو تدخل مش لمصلحه العلاقات ولا مصلحه الدوله دي. والتاريخ دايما هيسجل لينا المواقف دي، لو كانت مواقف سلبيه هيسجلها لينا، ولو كانت مواقف ايجابيه هيسجلها لينا. واحنا حريصين على ان احنا يعني يبقى دايما السياسه المصريه سياسه الموت تتسم بالتوازن والاعتدال. ده فيما يخص تطورات الاوضاع. لو ليا نداء اقول، وانا قلت الكلام ده مع الرئيس الفقير وقلت له احنا مستعدين مع بعض نلعب دور وساطه مع اشقائنا في السودان وصولا الى الهدنه ووصولا الى التفاوض بين الاشقاء،
وزال هذا الامر قائم وبنجلي والاتصالات لا تنتهي لا بجيش السودان ولا قوه التدخل السريع. احنا على اتصال مستمر بيهم من اجل يعني حثهم من اجل تشجيعهم على ايقاف اطلاق النار وحقن دماء السودانيين وصولا الى تفاوض يؤدي الى استعاده الاستقرار مره ثانيه. دي نقطه ثانيه مهمه قوي برضه ان انا اقولها دلوقتي ان يمكن من ضمن الاتصالات المكثفه اللي احنا بنعملها هو التاكيد على امن وسلامه عناصرنا اللي موجوده في السودان. العناصر دي كانت موجوده طبقا لبروتوكول بيننا وبين الدوله السودانيه لتدريب مشترك بين وده امر مهم قوي ان احنا يبقى واضح لينا كلنا مش لينا احنا كعسكريين لا واضح لينا احنا كدوله ان الناس تبقى فاهمه ان الناس كانت موجوده هناك ليه ابدا ده مهم ان انا اكد ابدا مش لصالح تقليب حد على حد او دعم حد على حد لا ده كلام مش مظبوط انا باكده ليكم وانتوا عارفينه لكن باكده ليكم وباكده اللي ممكن يكون عايزين ممكن يسمعنا لا قواتنا ما كانتش موجوده هناك وهي قوه رمزيه للتدريب مع الاشقاء في السودان فقط وليس ابدا ابدا ان هي تدعم حد ضد حد دي نقطه فاحنا برضو يبقى احنا بنكثف اتصالاتنا مع اشقائنا في السودان وصولا الى وقف اطلاق النار او الهدنه بين القوات المتصارعه يعني او المتقاتله ثم التفاوض من اجل الوصول الى حل ينهي هذه الازمه في اسرع وقت ممكن حقنا للدماء في السودان وحقنا لمزيد من التدهور وعدم الاستقرار في السودان. النقطه الثانيه برضو احنا بنفس المستوى اتصالاتنا من اجل التاكيد على امن وسلامه هذه العناصر المصريه الموجوده هناك في السودان وذلك سمعتم يمكن خلال التصريحين ثلاثه اللي قالهم قائد قوه الدعم السريع اللي هو يعني هو القوات في امن وسلام وتحت مسؤوليته الشخصيه وده امر يعني تم تاكيد لنا حتى في من خلال اتصالاتنا المختلفه ونتمنى ان احنا نستعيد هذه القوات في اسرع وقت ممكن. انا حبيت بس ابدا كلامي لكم زي ما قلت كده باستمرار ملخص عن الموقف في المنطقه بمناسبه انقاذ المجلس وبمناسبه اعياد 25 ابريل وكل سنه وانتم طيبين لهذه الايام الكريمه والعيد على الباب وربنا سبحانه وتعالى يعني يحيط المنطقه بالامن والسلام وتستعيد منطقتنا الاستقرار اللي احنا اللي تستحق شعوبها. شكرا. أهلا بحضراتكم وهذه المتابعة وهذه التغطية الذي ترأس فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والذي عقد مساء اليوم. وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالقوات المسلحة المصرية وأيضا تداعيات الأوضاع داخل السودان الشقيق وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة. يعني نتابع مع حضراتكم من جديد هذه التغطية وهذا الاجتماع وتفاصيل هذا الاجتماع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نترككم مع هذا الاجتماع وهذه المتابعة الحية لاجتماع السيد الرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وتضمن الاجتماع استعراض تداعيات الأحداث الجارية داخل السودان الشقيق جراء حالة التصعيد بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بجمهورية السودان وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع خلال الفترة القادمة من نتائج وتداعيات تؤثر على أمن وسلامة المنطقة. يعني مصر كانت دائما حريصة أن هي خلال يعني سياستها الخارجية خلال السنين اللي فاتت كلها أن يكون دائما عنصر متوازن ومعتدل جدا في إدارة سياستها مع القضايا المتأخرة. ولو شفتوا حتى خلال يعني الشهور اللي فاتت في الأوضاع اللي موجودة في
الضفه والمسجد الاقصى والقطاع، كان دايما بص بتكون بدور ايجابي جدا ويعمل الى الحفاظ على التهدئه وعدم تصعيد الموضوع. ما يحدث في السودان احنا بنوصف لينا واللي ممكن تكون بيسمعنا دلوقتي ان هو موقف داخلي شأن داخلي للسودان، ولا ينبغي ابدا ان يتم التدخل فيه حتى لا يتم حتى لا يحدث تأجيل ويعني الصراع يتطور فيه بشكل يعني مش مناسب لا لدولة السودان ولا حتى المنطقة الدولية فيها. وعشان كده احنا كان لنا موقف برضه بقوله تاني من ثوابتنا ان احنا لا نتدخل في شؤون الدول، لان احنا بنعتبر ان كل دولة لها خصوصيتها في إدارة سياستها الداخلية وأوضاعها الداخلية. وبالتالي ما كانش تعاملنا مع هذه الدول يهدف الى البناء والتنميه والتعمير بعيدا عن التدخل في شؤون هذه الدول. اللي انا باكده النهارده ان برضه ما زال هذا هو موقفنا الثابت الذي لا يتغير، عدم التدخل في شؤون الدول. ان كان في دور نعمله زي دور وساطه، زي دور لعب دور ايجابي في الموقف لاحداث هدوء لاستعادة أمن وسلام، لاستعادة استقرار بين الفرقاء في دولة السودان أو في غيرها. ده الدور اللي احنا ممكن مستعدين نلعبه، ويمكن انتم شفتوا إن خلال يعني الأيام القليلة ولا الثلاث أربع أيام اللي فاتوا كان لينا اتصال مع أمين عام الأمم المتحدة، ووجهنا لداء بأهمية يعني استعادة الهدوء والجلوس إلى مائدة الحوار بين يعني الأشقاء في دولة السودان، سواء كان الجيش السوداني أو قوة الدعم السريع. مش من مصلحة السودان أبدا ولا استقرارها إن يبقى فيه اقتتال داخلي بين الفرقاء. يعني مهم قوي إن يعني الجلوس على مائدة المفاوضات والحديث، ويبقى ممكن قوي كل حاجة تطرح على يعني على مائدة التفاوض والوصول بها إلى إجراء يجنب السودان مزيد من التضغط. إحنا شفنا إن خلال السنين اللي فاتت في دول تانية لما غاب الحوار وكان صوت السلاح هو يعني اللي كان موجود، إن الدول دي ما استقرتش ودفعت تكلفة كبيرة جدا جدا من أمنها وسلامتها واقتصادها، وفقدت وقت ثمين جدا جدا كان ممكن يتم يعني استثماره في البناء والتنميه والتعمير. وبالتالي احنا عشان نسجل هنا بناكد هنا ان احنا في مصر لا نتدخل ابدا، وده كلام ثابت ما اتغيرش في شؤون الدول، لان احنا بنعتبر ان التدخل ان ما كانش ايجابي فهو تدخل مش لمصلحه العلاقات ولا مصلحه الدول دي. والتاريخ دايما هيسجل لينا المواقف دي، لو كانت مواقف سلبية هيسجلها لينا، ولو كانت مواقف إيجابية هيسجلها لينا. واحنا حريصين على ان احنا يعني يبقى دايما السياسة المصرية سياسة الموت تتسم بالتوازن والاعتدال. ده فيما يخص تطورات الأوضاع. لو ليا نداء أقول، وأنا قلت الكلام ده مع الرئيس البكير وقلت له احنا مستعدين مع بعض نلعب دور وساطة مع أشقائنا في السودان وصولا إلى الهدنة ووصولا إلى التفاوض بين الأشقاء. وما زال هذا الامر قائم وبنجري، وده اتصالاتنا لا تنتهي لا بالجيش السوداني ولا قوه التدخل السريع. احنا على اتصال مستمر بيهم من اجل يعني حثهم من اجل تشجيعهم على ايقاف اطلاق النيران وحقن دماء السودانيين، وصولا الى تفاوض يؤدي الى استعاده الاستقرار مره ثانيه. دي نقطه. النقطه الثانيه مهمه قوي برضه ان انا اقولها دلوقتي، ان يمكن من ضمن الاتصالات المكثفه اللي احنا بنعملها هو التاكيد على امن وسلامه عناصرنا اللي موجوده في السودان. العناصر دي كانت موجوده طبقا لبروتوكول بيننا وبين الدوله السودانيه للتدريب المشترك، وده امر مهم قوي ان احنا يبقى واضح لينا كلنا، مش لينا احنا كعسكريين، لا واضح لينا احنا كدوله، ان الناس تبقى فاهمه ان الناس كانت موجوده هناك ليه. ابدا، وده مهم ان انا اكده، ابدا مش لصالح تقليب حد على حد او دعم حد على حد، لا ده كلام مش مظبوط. انا باكده ليكم وانتم عارفينه، لكن باكده ليكم وباكده اللي ممكن يكون عايزين ممكن يسمعنا، لا هو
قواتنا ما كانتش موجوده، احنا كنا قوه رمزيه للتدريب مع الاشقاء في السودان فقط، وليس ابدا ابدا ان هي تدعم حد ضد حد. فاحنا برضه يبقى احنا بنكثف اتصالاتنا مع اشقائنا في السودان وصولا الى وقف اطلاق النار او الهدنه بين القوات المتصارعه يعني او المتقاتله، ثم التفاوض من اجل الوصول الى حل من هذه الازمه في اسرع وقت ممكن حقنا للدماء في السودان وحقنا لمزيد من التدهور وعدم الاستقرار في السودان. النقطه الثانيه برضه احنا بنفس المستوى اتصالاتنا من اجل التاكيد على امن وسلامه هذه العناصر المصريه الموجوده هناك في السودان، وذلك سمعتم يمكن خلال التصريحين ثلاثه اللي قالهم قائد قوه الدعم السريع اللي هو يعني هو القوات دي في امن وسلام وتحت مسؤوليته الشخصيه، وده امر يعني تم تاكيدنا حتى في من خلال اتصالات مختلفه، ونتمنى ان احنا نستعيد هذه القوات في اسرع وقت ممكن. انا حبيت بس ابدا كلامي لكم زي ما قلت كده باستمرار ملخص عن الموقف في المنطقه بمناسبه انقاذ المجلس وبمناسبه اعياد 25 ابريل، وكل سنه وانتم طيبين لهذه الايام الكريمه والعيد على الباب، وربنا سبحانه وتعالى يعني يحيط المنطقه بالامن والسلام وتستعيد منطقتنا الاستقرار اللي تستحقه شعوبها. شكرا جزيلا.